بك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف سؤال الحلقة. صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، إذن هو وأبوه واحد ولا اثنين؟ الجواب اثنين، فأين الإله الواحد؟ واضح من السؤال أن الأمر مختلط في ذهن السائل بسبب جملة جلس عن يمين أبيه، عشان كده هنركز في الإجابة على معنى الجملة دي تحديدا. جلوس المسيح عن يمين الآب جه في أماكن كتيرة من العهد الجديد مع نبوة في المزامير، فمثلا في مرقس 16-19 يقول: ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. ويقول كمان في عبرانيين 8: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا جلس في يمين عرش العظمة في السماويات. في نفس الرسالة برضو يقول: بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. وكمان يقول: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله، وغيرها كتير. عشان كده ايه معنى بقى عبارة جلس عن يمين أبيه؟ ده اللي لازم نفهمه أولا، وعشان نبقى متفقين إيماننا إن الله ما عندوش لا يمين ولا شمال. وكلمة يمين في الكتاب المقدس بتعني أحيانا القوة أو البر أو الكرامة. فمثلا يقول في مزمور 18 وعدد 15 و16: يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. ويقول كمان موسى في سفر الخروج إصحاح 15 وعدد 6: يمينك يا رب معتزة بالقوة، يمينك يا رب تحطم العدو. ويقصد هنا بالكلمة دي كمان يقول في مزمور 108 وعدد 6: يقول: خلص بيمينك واستجب. وفي مباركة يعقوب لأولاد يوسف أفرايم ومنسة، كان يعقوب بيضع إيده اليمنى على اللي بيباركه، وده معناه كرامة أفضل. الكلام ده في تكوين 48. إذن عبارة عن يمين الله تعني في قوته، في بره، كرامته أو مجده، وعبارة جلس تعني استقر. فالمعنى ببساطة إن المسيح لما صعد للسماء بعد القيامة بجسده الممجد استقر في القوة والمجد والكرامة. كمان عبارة جلس عن يمين أبيه معناها انتهاء فترة إخلاءه لذاته، لأن المسيح مكتوب عنه في فيلبي: آخذا صورة لكنه أخلى نفسه، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. فبالإخلاء احتمل ضعف الطبيعة البشرية، فكان بيجوع ويعطش ويتعب وينام، كل ده انتهى بجلوسه في قوة ويمين الآب. عزيزي المشاهد، فكر في اللي احنا قلناه، ادرسه كويس، ومستنين اي سؤال تسأله في الحلقات الجاية علشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤكم.